هل الصحه النفسيه لمريض الاتش اي في شيء مهم؟ الحقيقه ده سؤال الساعه في الخدمه او ما بين مقدمي الخدمه الصحيه للمرضى المتعايشين مع الاتش اي في في العالم كله حاليا، لانه الحقيقه العالم قطع شوط كبير في توفير ادويه مضادات الفيروسات القهقريه اللي هي الانتي ريتروفايرال ثيرابي، وبقى عندنا ادويه قويه جدا متاحه في كل العالم، متاح منها الكثير في مصر، لا تقدر انها توصل بالحمل الفيروسي للمريض للحمل الغير مقروء في وقت قصير، وبناء عليه بيبقى المريض عايش حياه طبيعيه، بيبقى غير ناقل لعدوى جنسيا واموره كلها مستقر. ولكن لما نفكر في المريض احنا دايما بنقول ان احنا محتاجين نفكر في المريض وليس المرض، عشان كده طلع الكونسبت بتاع ان احنا عندنا المريض او الاتش اي في بياند فيروس سبريشن، ماذا بعد ان انا وصلت بالحمل الفيروسي انه يكون غير مقروء. اهم شيء في هذه الحكايه هو المينتال هيلث او الصحه النفسيه والكواليتي اوف لايف بتاعت هذه المريض. والحقيقه ان يمكن في المنطقه بتاعتنا اكتر حاجه بتتقاطع مع هذه الحكايه هو بعض ظروف الوصمه والتمييز اللي يتعرض ليها هؤلاء المرضى في ان هم يحصلوا على خدمات صحيه او حتى في ان هم يبقوا مندمجين في المجتمع او بيتعاملوا مع اقرانهم. وعشان كده دي حاجه مهمه جدا ان احنا تكون قدام عينينا طول الوقت ان احنا كمقدمين خدمه صحيه بنقدم خدمه صحيه تماما خاليه من اي وصمه وتمييز تجاه المرضى، ان احنا نرفع الوعي طول الوقت في المجتمع المحيط بينا باهميه التعامل الصحيح مع هؤلاء المرضى. كمان واحنا بنتعامل مع هؤلاء المرضى جزء مهم ان احنا نبقى عندنا وعي بالامراض الغير ساريه الاخرى اللي ممكن هم يكونوا بيتعاملوا معاها زي امراض الضغط والسكر وامراض القلب وغيرها من الحاجات، ازاي نتعامل معاها، ازاي نتعامل مع الادويه اللي بياخدوها، مراجعه التفاعلات الدوائيه للادويه بتاعتها مع الادويه المضاده للفيروسات القهقريه. مهم ان احنا يبقى عندنا وعي بده، ان احنا الفوكس بتاعنا طول الوقت هو المريض والحاله بتاعه المريض وليس المرض او ليس الفيروس بتاعه لوحده بشكل عام واحنا بنتعامل مع المريض بتاعنا. شكرا جزيلا.